مرحبا بحضراتكم. وزي ما احنا اتكلمنا اقيمت بطوله كاس العالم للقوى البدنيه كانت في بدايه الشهر. طيب الحقيقه كمان مش بس كده الحديث ده، احنا ابطالنا حققوا نجاحات كبيره جدا وهنتعرف اكيد على التفاصيل وقصه النجاح. خلينا نرحب بس بسياده اللواء محمود بركات رئيس الاتحادين هنا المصري والعربي ونائب رئيس ايضا الاتحاد الدولي للقوى البدنيه. بونجور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. صباح الفل منور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ كريم. عايزين في البدايه بعد اذن سيادتك نتعرف كده اصلا على الرياضه دي، لان في ناس كتير عارفين ان في رياضه كمال اجسام في رفع الاثقال، لكن القوه البدنيه قد تكون جديده نسبيا على بعض المشاهدين، فهي عباره عن ايه؟ هل هي اكتر من نوع في الرياضه؟ تمام. هي رياضه شبيهه، اولا هي رياضه مش جديده، هي رياضه قديمه جدا على مستوى العالم، وهنا الاتحاد بتاعنا من سنه 91 مشهر. بتمارس تقريبا، هي شعبيه لانها بتمارس في كل جيمات دون ان ندري، يعني النهارده الثقافه الرياضيه اللي موجوده في مصر في الاونه الاخيره بتخلي من الجنسين يعني رجال وسيدات بيشترك في جيم ويبدا يمارس الاثقال في الجيم يعني. فهو بيلعب لعبتنا دون ان يدري، بمجرد ما يعرف ان هذه الممارسه اللي بيعملها في الجيم ليها بطولات محليه فبيشارك، بالتالي بنقدر نكتشف العناصر اللي هي ممكن بعد كده نزود عليها الاحمال التدريبيه وتبقى تتجه بقى لخط تاني اللي هو العالميه. لعبتنا تتشابه مع رفع الاثقال في انها بتتعامل مع ثقل. نفس البار نفس الاوزان، ولكن في اختلاف في شكل الرفعه والتكنيك بتاعها. احنا عندنا ثلاث رفعات، رفعه اللي هي السكوات اللي هي القرفصاء بالحديد، بيحط البار على ظهره عليه الاوزان اللي هو بيشيلها وبينزل لغايه ما يكسر ال 90 درجه ويطلع. تمام؟ الرفعه الثانيه اللي هي البنج بريس، بنج فلات مستوي بينام عليه اللاعب وبيرفع الثقل لفوق، بينزله على صدره وبيرفع لفوق. الرفعه الثالثه اللي هي الديد ليفت، ان هو بياخد الحديد من على الارض ويقوم بيه. دول الثلاث رفعات. يعني فعلا زي اللي بيحصل في الجيم. بالظبط، كلنا بنمارس ده في الجيم. مقياس الرفعات والاوزان اللي بتترفع مش الجماليات بتاعه حجم العضله وشكلها. لا لا، دي كمال اجسام بقى، دي حاجه ثانيه. تمام. السيمتري والضخامه والديفينيشن والحاجات دي كمال اجسام. هي لعبه قوه، ولذلك الاتحاد بتاعنا اسمه اتحاد القوه بالتي المربوطه. واخد بال حضرتك؟ اللعبه دي عنصر القوه فيها بيمثل 80% وتكنيك 20%. وممكن بيبداها اللاعب في سن كبير، مش محتاجه زي رفع الاثقال بيبداوها. يعني مثلا في روسيا بيجيبوا الاطفال سنهم 5 سنين ويبداوا يعلموهم ازاي التكنيك بتاع الرفعه من وهو صغير عشان يكبر عليه. ببار خشب، باي اوزان خفيفه بلاستيك. انما اللعبه دي ممكن يمارسها اي حد في اي سن. احنا عندنا ناشئين بيبدا من 13 سنه في اللعبه دي، وبنوصل للماسترز 80 سنه، وفي ابطال 80 سنه في اللعب. اوكي. بس في بعض الاسر ممكن عندها الانطباع بان يخافوا يخلوا ابنهم يروح الجيم وهو اقل من 16 17 سنه، من منطلق ان الحديد زي ما بيتقال بالشكل الشعبي الدارج بيضر، بيأثر على النمو وبيأثر على الطول. الى اي مدى الكلام ده صحيح؟ لا طبعا، دي افكار مغلوطه وقديمه ويعني علميا لم يثبت هذا اطلاقا، بالعكس. أوكي. يعني حضرتك كان زمان يقول لنا اللي بيلعب عقله بيطول. مفيش حد، دي هرمونات ضمن الموروثات، هرمونات جي اتش. انا اللي حضرتك كنت مصدقاها يعني. طلعت كذبه. لا 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 طبعا كاذبه جدا يعني، والا ما كانش حد غلب يعني. والله صحيح. صحيح. طيب خليني اروح مع حضرتك لتفاصيل شويه. احنا بنتكلم عن بطوله كاس العالم اللي هي اقيمت في الغردقه، كلمنا اكتر عن كام لاعب ولاعبه، ايه اللي كانت التحديات فيها، ايه كمان الفتره اللي جايه لو احنا هنتكلم على البطولات، لان دي مش، خليني ابقى صادقه مع حضرتك، مش من الرياضات اللي الناس فوكست عليها او في يعني تغطيه اعلاميه كبيره عليها، بالرغم ان انت بتتكلم لا في بطولات كبيره بتقام في مصر وغيره ومحافل دوليه اخرى. تمام. هو زي ما انا ذكرت من شويه حضرتك، اللعبه دي قديمه جدا بره وليها ارقام وليها مريديها طبعا، بالذات في امريكا وروسيا، والكتله الشرقيه عموما كمان بتحب اللعبه دي جدا يعني. هنا في مصر برضه مش جديده علينا وبنمارسها كلنا زي ما انا قلت، والاتحاد بتاعنا قديم جدا من 91، يعني داخل في حوالي 30 او 31 سنه 32 سنه. احنا بالنسبه لنا يعني عايز اقول ايه، ان اعلاميا في تقصير شويه. بالظبط. يعني ما فيش حد اصلا حط سبوت زي ما حضرتك بتقولي على هذه اللعبه اعلاميا، فبالتالي بيعرفوها اللي هم بيلعبوها فقط لا غير، واغلبيه المشاهدين او اللي مش مهتمين ما شافوهاش اساسا. صحيح. فبالتالي مش مرئيه قوي يعني، رغم الاحصاءات او خلينا نقول النتائج يعني. البطوله دي كانت بطوله موفقه جدا. تمام. قبل البطوله دي بقى حضرتك، احنا بنسافر كل سنه نشارك في بطوله العالم، بنسافر بنشارك في بطوله اوروبا المفتوحه بحر ابيض. عندنا ابطال جامدين جدا،
ومحققين ريكورد على مستوى العالم ما اتكسرش لغايه النهارده، واتكسر في البطوله دي كاس العالم اللي كان في مصر بمعرفتهم هم برضو مش بدول تانية. فاحنا عندنا لعيبه جامده جدا فيها، تفوقوا على انفسهم، تفوقوا على انفسهم، ولكن هي المشكله الرؤيه بتاعتها للمشاهد مش واضحه قوي، ودي حاجه يعني. بس على فكره كون ان الرؤيه مش واضحه قوي للمشاهد ده معناه ان في خلل ما في حته معينه عايزين نحط ايدينا عليها. احنا بنتكلم في نهايه الامر على الرياضه مطروقه بالفعل وبتمارس بالفعل من غير ما اللي بيمارسها يكون عارف ان هو بيمارس شكل معين من الرياضات اللي ليه اتحاد وليه بطولات وحاجات زي كده. يعني هل مثلا في تنسيق ما بين الاتحاد المصري وبين مثلا صالات الجيم؟ لان حضرتك يعني اكيد ما عندكش ذره شك فإن حتى في القرى والكفور والنجوع ممكن تلاقي ناس بيتمتعوا بقوة بدنية عالية جدا بس مش عارفين يعني يظهروها ازاي او يشاركوا. احنا عندنا معادلة صعبة جدا محتاجة دراسة. احنا عندنا ابطال جامدين جدا الباور بتاعهم عالي قوي. رغم ان كل الدراسات العلمية بتقول ان الباور لازم يتناسب مع حجم الاكل ونوعه والى اخره. عايز اقول لك ان الابطال دول بياكلوا كشري، بياكلوا فول وطعميه، بياكلوا اكلات بسيطه جدا، واخد بال حضرتك؟ ومع ذلك احنا المفروض يبقى عندنا دراسه للعنصر البشري المصري الرياضي. في حاجه معادله غريبه ان هو رغم الاكل بتاعه وظروفه الاقتصاديه انما قوي جدا، يعني بيتميز في هذه اللعبه جدا، مميز فيها يعني. يعني البيز عندنا زي ما حضرتك بتتكلم البيز موجود. طبعا البنيه طبعاً موجوده، خلينا نقول جسديا جدا. غريبة دي رغم ان انت حضرتك لو اتكلمت معلش هنا لان دي عليها علامة استفهام، يعني لو اتكلمت في الليفل مثلا اللي هو الاماكن اللي لحد ما فقيرة شوية ما فيهاش امكانيات الشخص نفسه ما يقدرش ان هو يجيب حد يبقى اخصائي تغذية او غيره، تلاقيه ان هو لا عنده البوتنشال. بس ده راجع لايه؟ يعني اكيد الاكل مش صحي، اكيد الاكل مش اللي هو المفروض ياكله، ده بيبقى تفسره بايه؟ لا بالعكس، ده انا بقول نفس الكلام اللي حضرتك بتقوليه، بقول ان المعادلة صعبة ومحتاجة دراسة. إن رغم إن المصري ظروفه في الأكل أقل بكتير من المتاح لغيره، إن إلا إن هو عنده باور عالي، قوة بدنية عالية. ما هي دي معادلة مش مفهومة مش مفهومة. وهي دي دليل على إن الجينات نفسها هي كده، جينات القوة موجودة فيه. واخد بال حضرتك؟ مش ده معناه إن من باب أدعى إن إحنا طالما المصريين بالكشري وبالفول والطعمية بيعملوا كده، أمال لو دخلنا عليهم بقى بالتغذية السليمة المفروض. تمام تمام. رغم كده إن الحمد لله مصر طبعا أنت عارف حضرتك إن إحنا في الظروف العادية البطولات اللي بتعمل كل سنة إحنا بنسافر بالمنتخب وبيحقق نتائج جيدة جدا وبيكرم من معالي وزير الشباب والرياضة وفقا للائحة التكريم. بس طبعا امكانياتنا ما كناش نقدر نسافر باكتر من 5 أو 6 عشان تكاليف السفر، واحنا اتحاد طبعا ماديا يعني مش قوي قوي. السنه دي لما عملنا كاس العالم في مصر، وطبعا دي كان ليها حكايه طبعا وظروف الحرب، هو بتعمل في روسيا على طول وظروف الحرب الروسيه الاوكرانيه وبتاع. هقول لك بالمناسبه ايه حكايتها. فجه عندنا قدمنا الملف بتاعنا وفي الحقيقه رحبوا، طبعا هم رحبوا لسببين، ان الكاس طبعا كان معمول في مدينه الغردقه ودي ليها سمعه طيبه قوي على مستوى العالم وناس كتير جم فيها. الحاجه الثانيه ان احنا برضو لينا قيمه وقدر في الخريطه الدوليه بالنسبه لهذه اللعبه. فوافقوا وتعاملت هنا. لما تعاملت هنا اتيح لينا ان احنا نشارك بثلاث فرق، لان من حق البلد اللي هي المستضيفه للكاس انها تشارك بفريق الف وب وج. فبالتالي دخل عندنا عدد كبير من المصريين اللي هم عمرهم ما كانوا هيقدروا يسافروا. فوجئنا بانتصار غريب وانتصار غير عادي. اولا روسيا مسيطره على هذا الكاس بقى لها 17 سنه، لاول مره تتغلب، اتغلبت من الفراعنه المصريين على ارضنا هنا الحمد لله، اللي هم كمان اول مره يشاركوا برضو. يعني خلينا برضو نبقى موضحين النقطه دي. لا هم مش اول مره يشاركوا دوليا. ما دوليا جزء منهم مش كلهم، ودي على فكره برضو حاجه تحسب، لان انا مش بلعب على المستوى المحلي حتى لو انا بتمرن وغيره، لكن انا لما اجي اشارك لاول مره دوليا واعمل انجاز كده، لا معلش دي حاجه بالزبط. مش عاديه. بالظبط بالظبط. شابو يعني. طبعا هي اللعبه رقميه، فاحنا بنعمل رقم تاهيلي للمشاركه، فعدد كبير الحمد لله من المصريين جاب الرقم التاهيلي واشتركوا، وفوجئنا ان هم اخذوا ميداليات ذهب في البطوله. اخبار المشاركه النسائيه ايه بقى؟ عشان في الفتره الاخيره بقينا بنشوف اهتمام نسائي بالظبط، بنات كتير وفتيات كتير بيروحوا الجيم ومهتمين بمساله يعني. هقول لحضرتك السبب الاول. السبب ان سنه 18 انا لما مسكت الاتحاد كان ما فيش العنصر النسائي، ما كانش بيسافر بطولات عالم. فبدات اصفر في لعيبه اسمها ايا سويلم
دي بطله كويسه قوي قوي في من الاسماعيليه، بدات اصفرها، حققت مركز اول على مستوى العالم ما شاء وعملت الله. ارقام، هي كانت ناشئه في الوقت ده، عملت ارقام في الناشئين حتى الان ما حدش حطها. يا سلام. فالباقيين لما عرفوا بقيه العنصر النسائي، لما عرف ان بدا العنصر النسائي يسافر، طبعا هو سقف احلامهم كان بينتهي عند بطوله الجمهوريه. لعبت بطوله الجمهوريه مره واثنين وثلاثه خلاص زهقت بقى، انما لما يعرف ان في بعد كده الطموح بيزيد وفي بطوله عالم فبداوا يجتهدوا، بدات اصفر. النهارده تقريبا المنتخب نصه سيدات ونص تاني رجال. هي. احنا عندنا 12 ميزان هنا و12 ميزان هنا. حلو جدا. طيب خليني اروح مع حضرتك لبعض مش هقول المشاكل، لكن بعض الامور العالقه اللي ممكن لو اتحلت نروح برضو في حته تانية. حضرتك ذكرت اول حاجه التغطيه الاعلاميه، ايه تاني؟ بصي احنا لغايه بطوله كاس العالم دي ماشي، انا بصلك بصعوبه لان عيني بس فيها مشكله، انا بعتذر يعني. الف سلام الف سلام. اتفضل. احنا لغايه بطوله العالم دي كان بينقصنا الاجهزه السيفتي اللي هي بيتلعب بيها البطولات الدوليه. هذه الاجهزه من يمكن من 91 ما كانتش دخلت مصر، فيعني يعني فرصه كبيره ان انا اشكر معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، دعمنا واشترينا الاجهزه دي واستوردناها في ظروف صعبه في الاستيراد طبعا زي ما حضرتك عارف، ودخلت مصر لاول مره، فدي حققت لنا نقله تانية خالص، لان كان من اشتراطات البطوله نفسها ان لازم يكون موجود هذه الاجهزه اللي بيلعب عليها اللعيبه، لانها بتحقق لهم امان كامل في اللعب. اللعبه دي بيوصل احيانا الثقل اللي بيلعب بيه اللاعب ل 500 كيلو يعني نص طن، فلازم يكون مؤمن عشان لو وقع عليه تبقى مشكله كبيره. التغطيه الاعلاميه اهم حاجه، لان هي اللي بتجيب السبونسر او الدعام او الرعاه للالعاب طبعا، ودي حاجه مفقوده صحيح. عندنا تماما، فبالتالي احنا بنعتمد على نفسنا في مصادر الدخل وعلى دعم الوزاره، وطبعا الوزاره معذوره انها بتدعم اكتر من الاتحاد، فبالتالي بيبقى دعمنا قليل شويه. بس الوزاره المفروض ان هي بتدعم الاتحادات المختلفه وفقا لايه؟ يعني وفقا لكل اتحاد بياخد بادجت معين على اساس الميداليات والرانكينجز اللي هو عاملها، ولا بيبقى فيه استثناءات لبعض الرياضات اللي هي الشهيره مثلا؟ يعني لو هنتكلم على القوى البدنيه ما هي محققه بطولات كويسه جدا. كويس كويس، بس هي بدات تحقق في الفتره الاخيره نظرا لمجموعه العمل اللي موجوده والاهتمام بيها. اوكي. تمام؟ وبالتالي احنا لفتنا نظر الوزاره ان هذه اللعبه موجوده وبتحقق و الى اخره. بالتالي بقى في دعم من الوزاره، يعني انا في بطوله كاس العالم دي انا عايز اقول لحضرتك الوزاره معايا يوم بيوم، سواء في البطوله او قبل البطوله داعمه لهذا الكاس. تمام؟ كويس. وقبلها نفس الحكايه، ومعالي الوزير ما بتاخرش على حاجه، ولكن هي النهارده احنا بنلعب تقريبا اعتقد في مصر ما يخرج من حوالي 70 اتحاد. تقريبا. موضوع كبير جدا. المفروض ان الاتحادات دي بتعتمد على نفسها في مصادر دخل اخرى علشان تقدر تعمل التنميه بتاعتها. طب هتعمل ده ازاي الاتحادات؟ بالاعلان. تنميه الموارد هتحققها ازاي؟ تنميه الموارد بتحصل من البطولات اللي انا بعملها، تمام؟ ولكن طبعا مش هي دي القدر الكافي. اصلا إنما لو الدعم المطلوب للرياضه دي قد يكون اقل بكتير من الدعم المطلوب لانواع ثانيه من الرياضات. صحيح. يعني احنا هنا هنلاقي ان الجزء الاكبر من التكلفه، طبعا لو انا غلطان حضرتك صحح لي يعني. لا لا اتفضل. بتهيألي التغذيه لوحدها مش كده برضو؟ احنا بنتكلم على دعم لا يقارن بالدعم اللي بمئات الالاف ان ما كانش بالملايين المطلوب للانواع ثانيه من الرياضات، هنا الدنيا نسبيا اسهل. هي اسهل طبعا، ولكن جزئيه التغذيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي على اللاعب مش على الاتحاد او على الوزاره. ليه مش بيبقى في اخصائي الاتحاد موفره؟ تمام، بس ده بيبقى في مراكز التدريب او اللي هي والمعسكرات، معسكرات التدريب اللي هي قبل البطولات، دي بتبقى فتره محدوده. انما انا مثلا ما بكفلش ل 20,000 لاعب اللي بيلعبوا اللعبه دي في مصر 20,000 تغذيه. لما هو بيعتمد على نفسه. المبادرات والحملات القوميه اللي ماشيه في سكه اعداد يعني البطل الاولمبي واعداد جيل قادم من الرياضيين، هل في اي مساحه للاستفاده من النوع ده من المبادرات؟ بدا يبقى في مساحه للاستفاده، بدات اللعبه بعد كاس العالم اللي اتحقق ده من حوالي 10 ايام، بدا يبقى في مساحه لان بدات الانظار تتجه ليها. قبل كده اعلاميا الموضوع كان مطفي تماما، فبالتالي احنا اللي بنسعى ومحدش عارف. واخد بال حضرتك؟ انما بعد يعني انا اعتبر ان كاس العالم اللي اتعمل ده تسويق كبير قوي للعبه دي، بدا ناس كتير يعرفوها، بدا ناس كتير فعلا تبدا تكلمنا انها طلع ابطال معينه، ده يمكن يكون بدايه ان شاء الله يعني. كويس جدا. طيب احنا اتكلمنا عن البطوله اللي فاتت، ايه اللي جاي بقى؟ ايه اللي جاي سياده اللواء؟ اللي جاي ان احنا الاتحاد الدولي طبعا كان سعيد جدا، البطوله كانت قويه جدا طبعا،
لاول مره في العالم. احنا مش بس سعداء، احنا فخورين باللي ربنا يبارك فعلا. لا دي حقيقه. رئيس اتحاد دولي امريكي، هو طبعا لعبة اساس الاتحاد في امريكا. فوعدنا ان كاس العالم السنه الجايه عندنا، وبطوله العالم 25 برضو عندنا. حلو جدا. وعايزين تغطيه اعلاميه من العالم كله بقى، من جميع الدول كمان والوفود المشاركه دي. هم بالفعل كويسة. بالفعل كله طبعا بياخد اعلاميا الحدث وبينشره عنده، بيبقى موجود لايف كمان اثناء اللعب نفسه يعني. فدي برضو يعني ايه مرحله جديده بالنسبه لنا. احنا اول مره يقام كاس العالم في الشرق الاوسط كله وفي افريقيا وفي مصر، اللي هو اللي فات ده. فان شاء الله في السنه الجايه وفي السنه اللي بعدها كمان باذن الله، ربنا يصلح الاحوال. فاحنا بنقول ده برضو اعلاميا من دلوقتي علشان الرعاه يبداوا يشدوا حيلهم معانا. صح، لازم لازم فعلا ان شاء الله رب العالمين. احنا للاسف وقتنا في الفقره دي انتهى، يا دوب نلحق نشكر سيادتك على وجودك معانا النهارده. جزيل الشكر، نورتنا، واكيد بنتمنى لكم كل التوفيق. انا سعيد بوجودي معاك. نورتنا يا سياده اللواء، وعمل رائع لازم ان احنا نشيد بيه، وبالتوفيق في اللي جاي. ونتمنى من خلال منبر قناه الاهلي يكون في تسليط للضوء اكتر على هذه الرياضه، لان اعتقد احنا كلنا بنسعد لما يبقى عندنا رياضيين بيرفعوا اسم مصر في حافل دوليه، بتنظمها كمان مصر حتى لو في الداخل، بتحصل على ميداليات ذهبيه ورانكينجز كبيره، بالتالي كل ده في رصيد في الاول وفي الاخر الرياضه المصريه ومصر. فقلنا ده قبل كده وهنقوله تاني، لان فعلا الشركات الكبيره اتمنى ان هي تسلط الضوء على اللعيبه اكتر من الممثلين، وهفضل اقول الكلام ده، والاعلاميين والرياضيين يعني، خلينا عفوا الاعلاميين والفنانين وغيره، لان الرياضيين في امس الحاجه لده، لان هم زي ما بتكلم تاني بيرفعوا اسم مصر في محافل دوليه مختلفه. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.